الكافي بتاعك؟ مش عايزه شكرا. طيب حاولي تاكلي حاجه. مش قادره احط حاجه في بقي بجد. لا بجد انت لازم تاكلي، انت ما فطرتيش. احنا بالظبط قدامنا 10 دقايق وندخل. لو طلبوا منك تتكلمي اتكلمي بالعربي، ما تقلقيش، المترجم اللي بيترجم لك هو اللي هيترجم كلامك للمحكمة. هنا تردي على قد السؤال، بلاش كلام كتير. احنا كده كده ورقنا سليم وانا هتكلم قبليكي. الكلام لو مش في محله مش هيبقى في صالحنا ابدا. مش يمكن لو اتكلمت يتأكدوا ان انا عاقلة؟ هنا تاني، احنا لو قوحنا وقلنا انك ما هددتيش بالانتحار الموضوع هيتحول لمحاكمة كاملة، على الأقل هتاخد 3 شهور، وممكن جدا السوشيال وركر يعند ويطلب تحليل الدي ان ايه. معلش اللي احنا بنعمله دوت رغم صعوبته ومشقته بس هو اسلم حل. مؤنس صح، بلاش تتكلمي. كل اللي محتاجه تقوليه لو اتسالتي 3 حاجات: انك هتبقي مطمنه جدا على ابراهيم وهو معايا، ان فتره الوصايه المؤقته اللي هم 6 شهور هيعدوا عليكي كانهم 6 سنين، وتالت حاجة وأهم حاجة يا هنا، إنك هتواظبي على مقابلة الطبيب النفسي. بس أنت متأكد إن هيخلوني أسافر قبل ما ال6 شهور يعدوا صح؟ يا هنا أنا قلتلك قبل كده أنت مش متهمة، القضية دي بخصوص إبراهيم. إحنا كل اللي عايزينه إن إحنا عايزين ناخد الوصاية بشكل رسمي، وبعد كده نبقى سهل جدا نسافر بيه مصر. وهنسافر على طول بعدها بإذن الله تعالى. هو موضوع 6 شهور ده معناه إيه؟ معناه انه من حقك انك تطلبي استرداد الوصايه مني بعد 6 شهور، وده طبعا هنا في امريكا، لكن في مصر انت تمام. فهماني اظن؟ يا رب يا رب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.